السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير وسعادة. واسف على التأخير، انا في الجيش، فكل ما بنزل بحاول انزل فيديو او اتنين في كل اجازة عشان القناة تمشي برضه، فمعلش سامحوني. الفيديو بتاع النهاردة عن موبايل من شركة انفينكس. انا عن نفسي يعني ما كنتش بعترف بيها خالص، انما الموبايل اللي معانا النهاردة، الموبايل ده حرفيا عمل طفرة في شركة انفينكس. بالنسبة لي أنا شايفه، يعني شايف الشركة خطت خطوة كبيرة بالموبايل ده بالإمكانيات اللي هي حطته، لأن الشركة الفترة اللي فاتت دي كلها كانت بتنزل موبايلات لا يعترف بيها، محدش يعني معلاش رجل وباع وشراء وكده. كان الموبايلات بتاعتها حرفيا تعبانة جدا، المعالجات هيليو بي 35 وحاجات من دي، فكانت ضعيفة جدا ومكانش حد بيبص لها أصلا، وكانت بتبقى فئة سعرية معاها موبايلات أجمد منها كتير، فما كانش حد بيتجه ليها خالص. الموبايل بتاع النهاردة اسمه انفينكس زيرو ايت. الموبايل ده زي ما أثر قدامكم في الشاشة دلوقتي، التصميم بتاعه من البلاستيك، ولكن هو جاي بشكل يعني روش شوية وشكل مختلف. الكاميرات جاية مرصوصة كده بشكل غريب شوية، تحس ان انت ماشي باستوديو اصلا في ايدك، ولكن هو شكله ظريف، خصوصا من اللون اللي هو الكحلي، شكله ظريف مفيش اي مشاكل فيه. هو مش التصميم مش حاجة جديدة او كده، لا حاجة تقليدية خالص، بس رصة الكاميرات بس هي اللي ايه جديدة شوية، وتحسسك ان انت ماشي باستوديو فعلا، تحس ان انت ماشي بكاميرات كتير كده. الموبايل جاي من بلاستيك زي ما احنا قلنا. الشاشة كمان، الشاشة هنا جاية ضخمة جدا، جاية بحجم 6.8 انش. الشاشة ضخمة جدا، جاية بجودة فول اتش دي بلس. وهنا اللي بيميز الشاشة بقى ان هي جاية ب 90 هرتز وجاية ب 180 هرتز، يعني انت هتاخد تجربة شاشة ممتعة جدا جدا جدا. وغير كده وكده كمان هتاخد تجربة شاشة في مشاهدة الفيديوهات ممتعة جدا، لأن الشاشة تقريبا مفيش حواف، حتى الكاميرات جاية عبارة عن ثقب في الشاشة على يسار الشاشة كده، جاية كاميرتين أماميتين، كاميرتين مزدوجتين جنب بعض أعلى الشاشة، عبارة عن ثقب كده. ودي ميزة تانية في الموبايل، إن هو شاشة كاملة 90 هرتز و 180 هرتز معدل الاستجابة بتاعت الشاشة، فانت هنا هتبقى بتسكرول على الشاشه وهتلاقي الشاشه شغاله معاك بتجري، ما بتقفش، ما فيش اي لاج فيها، وانت بتسكرول كده هتلاقي الكلام واضح وتقدر تقراه، او يعني تلقطه بطرف عينك كده، مش هيبقى بهتان او كده. وحتى لو انت بتلعب وكده استجابه التاتش معاك وانت بتلعب وبتضرب وكده بتبقى اعلى شويه في 90 هرتز و 180 هرتز، ودي حاجه برضو تحسب لشركه انفينكس. لو جينا برضو هنا بصينا على الكاميرا على المعالج، فالمعالج هنا هو ده النقلة اللي في الشركة، في شركة انفينكس في الموبايل ده، لان شركة انفينكس الفترة اللي فاتت كلها كانت بتحط معالجات تعبانة جدا، الهيليو بي 35 معالجات تعبانة جدا، ما تأكلش عيش من الاخر، مش ماشية مع التريند بتاع الفترة دي، ما تشغلش العاب اللي هو ببجي والحاجات دي شغاله، بس هتبقى على اعدادات ضعيفه جدا. لا انت هنا معاك معالج هيليو جي 90 تي، المعالج ده اللي كان في الريلمي 6 اللي هو الموبايل اللي ب 4500، والموبايل اصلا انفينكس ده هيبقى منافس قوي للريلمي 6، فانت هنا معاك معالج هيليو جي 90 تي، معاك معالج رسومي الماري جي 76 مع تبريد مائي، يعني انت هتلعب وما يهمكش لا سخونية موبايل، ولا موبايل هيسخن منك، ولا موبايل هيفرقع منك، ولا نسبة السخونية بتاعت الموبايل ايه، لا انت هنا عندك تبريد مائي، يعني الموبايل هيتبرد منك على طول، مش هيسخن بنسبة عالية جدا. دي نقطة تانية تحسب للموبايل، يعني انت هنا عندك الشاشة 90 هرتز و 180 هرتز، عندك المعالج الهيليو جي 90 تي، المعالج ده ممتاز 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 ماشي، عندك تبريد المائي، يبقى انت كده عندك ثلاث مميزات لحد دلوقت. لو جينا بقى نبص على، وعلى فكره تقدر تلعب ببجي هنا على الموبايل ده على اعلى الاعدادات اللي هي هاي اتش دي،
مفيش اي لاج، هتلعبها بسلاسه كبيره جدا، مفيش اي مشاكل. ولو جينا بقى نبص هنا على الكاميرات، الكاميرات هنا جايه رباعيه، كاميرا 64 ميجا بكسل وكاميرا 8 ميجا بكسل وواحده 2، والرابعه برضو 2 ميجا بكسل. الكاميرات هنا انا ما جربتهاش، انا ما جربتش الموبايل لحد دلوقتي، انا بتكلم على الورق وعلى المواصفات اللي قدامي. ولكن انت توقع في الكاميرات بتاعت الموبايل ده صور ممتازه جدا، ده بفضل المستشعر الجديد اللي هو محطوط في العدسه في الكاميرات بتاعت الموبايل ده. فانت توقع صور ممتازه جدا، هتعجبك، اداها هيبقى ممتاز جدا وهيرضيك يعني. من الاخر الكاميرات الاماميه برضو نفس النظام، هو جاي كاميرتين مزدوجتين، كاميرا الكاميرا الاماميه 48 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل. طبعا زرار الباور مدمج معاه زر البصمه. الموبايل هنا جاي ب نسخه واحده بس، 128 جيجا مساحه داخليه مع 8 جيجا رام، دي النسخه الوحيده للموبايل. لو جينا بقى هنا نبص على ميزه ثانيه في الموبايل، هنلاقي ان الموبايل هنا جاي ببطاريه 4500 ملي امبير، جاي بشحن سريع 33 واط. الموبايل ده هيشحن معاك تقريبا في 40 دقيقه 33 دقيقه، هيشحن من 0% ماشي. الموبايل ده كمان سعره انا مش شايفه غالي بصراحه، انا شايف ان هو هيتحط مثلا في فئه ال 4500، هيبقى قصاد الريلمي 6 وقصاد كمان كم موبايل كده كمان. ولكن الموبايل فعلا يقدر يصد بالمواصفات اللي هو فيه دي، يعني مواصفات جامده. انت في كام حاجه هنا مميزه جدا كمان في الموبايل ده. الموبايل هنا هينزل مصر يوم 15/9 القادم ده، و هينزل بشكل رسمي يوم 15/9، تقدر تشتريه مفيش اي مشاكل. انا شايف ان الموبايل ده ممتاز جدا ونقله كبيره لشركه انفينكس. انا شايف شركه انفينكس بس عيبها حاجه واحده بس، السوفت وير بتاعها. السوفت وير بتاعها لسه عايز اتطور فيه اكتر، عشان يعني يبقى اسلس من كده، ميبقاش فيه لاج، يبقى فيه مميزات اكتر، يبقى مستقر. اما يبقى مستقر مع معالج نظيف، مع الرامات، مع السوفت وير كمان زي ما انا بتكلم كده، فانت هتاخد موبايل سلس، هتاخد موبايل انت يعني مش شايف معاك في حاجه. فانا دي النقطه السلبيه اللي فاضله في شركه انفينكس، اللي هي السوفت وير عايزه يعني يبقى افضل من كده شويه، يبقى مستقر عن كده. بس ده كان الشرح بتاع النهارده، اتمنى يكون فاتكم. وما تنساش تشترك معايا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. وان شاء الله ان شاء الله ممكن الفيديو الجاي يكون على سامسونج ام 51، الموبايل ده برضه لسه الشركه معلنه عنه، هينزل برضه الفتره اللي جايه دي، فبنسبه كبيره هيبقى عليه ان شاء الله. ما تنساش بقى تشترك معايا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. ولو عايز اي استفسار او يعني في عايز تشتري موبايل مثلا في رينج فلوس معينه، سيب لي في الكومنت تحت. بالنسبة بقى لموبايلات الريلمي 7 وال 7 برو اللي انا كنت منزل عنهم بوست من يومين كده، ان انا هنزل فيديو عنهم وكده وعن المواصفات بتاعتهم والتسريبات وكده، الموبايل ده او الموبايلين دول هيتأخروا شوية في النزول عن مصر. فعشان كده انا حابب ان انا يعني ما انزلش عنهم فيديوهات دلوقتي، استنى شوية بحيث ان هم لما ينزلوا اقدر انزل عنهم فيديوهات، او خلاص لما بعرف ان هم هينزلوا خلاص مصر هبدأ اعمل عنهم فيديوهات وعن المواصفات بتاعتهم وعن التسريبات بتاعتهم او عن اسعارهم وكده والميعاد اللي هنزلوا فيه، عشان تبقى كل حاجه واقعيه، ما نزلش كل حاجه بدري كده عشان انا مش ضامن الموبايلات دي تنزل مصر ولا لا. فلو انتوا برضه عايزين انزل عنهم اي حاجه سيبوا لي في الكومنتات برضه مفيش مشاكل، سواء مواصفات الموبايلات او السعر المتوقع او مثلا حتى موعد نزولهم، اي حاجه من الحاجات دي لو انتوا عايزين تعرفوها او عايزين نعمل عنها فيديو عادي سيبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هنزل فيديو عنهم. بس ادعوا لي بقى لان انا فاضل لي 3 ايام وخلاص مسافر رايح الجيش تاني، فربنا يسهل الحال. وانتظروا الفيديو بتاع سامسونج ام 51 خلال اليومين اللي جايين دول، هحاول انزله قبل ما اروح الجيش ان شاء الله، عشان يبقى انا كده نزلت فيديوين حتى. بس ده فيديو النهارده، وان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. ادعوا لي بقى، سلام.